بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من صور المعاملات الجائزة بين المسلمين والكفار إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. لما كان المسلم قد يتعرض إلى ضرورة تكرهه على إظهار موالاة الكفار أو المنافقين أو أن يدفع عن نفسه شرهم وأذاهم باستعمال التقية، لزمه أن يكون على بينة من أمره فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك. وحدود الإكراه وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها، وهذا فصل مختصر في أهم مسائل هذا الموضوع. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب النزول: قال الحافظ ابن كثير روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. نعم، هي دي الرواية اللي فيها فإن عادوا فعد، هكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. ثم قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، إبقاء لنفسه، ولا هنا بالأقوال، أما الأفعال فلها تفصيل سيأتي. شروط الإكراه المعتبر شرعا: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذه الشروط، هي مردها إلى إيه؟ إلى فاتقوا الله ما استطعتم. لما نيجي ندور عليها، الشرط الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني اللي يقدر يدافع بالقتال وفي احتمال الدفع يبقى ليس مكرها. كل الأمور مبنية على غلبة الظن، فلما يكون في احتمال، في احتمال يبقى يلزم، يبقى مبقاش في غلبة ظن على انه مقتول. يبقى لو كان الفاعل غير قادر، يعني راجل عجوز جدا ضعيف جدا ويقول لك هقطعكم، وانت لو نفخته يطير ماشي كده، يبقى انت ما تقوليش ده ايه، ده بيهددني. واحد مراته عمالة تزعق وتقول له طلقني طلقني، قال لها انت طالق، وبعد كده يقول لك غصب عني عمالة تزعق. ايه عمالة تزعق؟ سمك سكالك مسدس هتعمل لك ايه يعني؟ هقطعك في شوال وهي اصلا ايه ما تعرفش تعمل كده. يبقى ليس هذا ايه إكراها معتبرا، لابد أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به
والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني الفرار نوع من انواع الدفع، بيدفع عن نفسه انه يهرب منه، يقدر يتخلص، يبقى ليس بمكره. الثاني ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك. يعني احيانا بيبقى فيه تهديد معروف ان هو ما بيوقعش. نجيب لكم قوانين كتيره ماتت، قوانين كتيره في قوانين العقوبات ماتت، محدش بايه بينفذها، ولو طلعوها اتخرب بيت ناس كتير جدا. يعني على سبيل المثال في تركيا دلوقتي قانون بيقول اللي حفظ عياله قران خارج المنهج الدراسي المقرر يتحبس 8 سنين. اللي حفظوا قران بره المنهج المقرر يتحبس 8 سنين، مش عارف ولا 3 سنين، ها 3. ودلوقتي كل الناس بتحفظ على قران ومفيش حد بينفذ الايه القانون ده، ماشي كده؟ يبقى ده واحد يقول اكراه، مش حافظ على القران احسن انا ايه خايف، لا غلبت الظن بايقاع ايه ما يهدد به، ماشي كده؟ ختان النساء، ختان الفتاه مش شرط. لو قالوا للصبح حد في بعض الاماكن، نقول في كثير من الاماكن يغلب على الظن انه لا ينفذ احد هذا التهديد بالسجن للطبيب او للطبيبه. يبقى هنا اذا غلب على الظن انه لا يوقع به ذلك او كان مجرد احتمال، يبقى لا يسقط الواجب، لا يعتبر مكرها، لا يصبح هذا اكراها. ختان النساء مكرمة. مكرمة. أنا قلت لا يسقط الواجب إذا كان واجب يعني. ماشي صح. كنت عايز أقول. بس ده مش لكل حد يعني. الثالث أن يكون ما هدد به فوريا. أي سؤال بيقول الشيخ يسأل كذا. الدكتور يسأل كذا. نعم يعني يسطر. فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لأن ممكن بكرة دي يحصل فيها أي حاجة. يقول واحد عليه إعدام، فقال لهم أنا مستعد إن أنا أعلم حصان الملك الطيران، أو واحد قصة تانية أو بيحكوها يقول لك أعلم حمار الملك الكلام. فخلال سنة، فالملك قال له كده، فقال خلاص ادوله سنة. فقال له هتعلمه ازاي؟ قال له ولا حاجة، خلال السنة يا انا هموت يا الحمار يموت يا الملك يموت. فمن الممكن، طب بكرة دي يقول ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. مش نكتة ولا حاجة، ده يعني ضرب مثل. ضرب مثل على اعتبار الزمن. وهو انه اذا ذكر زمن طويل يكون للانسان فيه سعة. فبيضرب ده من باب ضرب المثال. لا يلزم ان ذلك قد حدث. زي بيقولوا الدور عليكم، كويس. التهديد بهذا، اولا ما فيش تهديد بيه، ده انتوا اللي بتهددوا مش هم، ماشي كده؟ ومع ذلك فهذا الامر ليس في الايه في المستقبل المنظور، عشان اقول ان ده اكراه يبيح لي ان اترك ما وجب علي او ان افعل ما حرم علي. يقول يستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا، يعني قال له بعد نص ساعه اذا ما كلمتش سنفعل كذا وكذا وكذا، فهذا زمن قريب جدا. احكي لكم حكايه حصلت في السجن سنه 8، كانت 87. الاخوه
كانوا عاملين إذاعة اسمها إذاعة صوت الخلافة الإسلامية من استقبال ترى مؤقتة من أيام زمان أوي، حكاية الغيبوبة دي موجودة. فالمهم إيه، كان الأكل وحش والمية مقطوعة والدنيا صعبة أوي. فعملوا إيه يعني زي تمرد، وراح جايين إيه كسرين شخلعين السفونات بتاعت الحمامات، واحد يخبطوا بيها في البيبان لغاية ما كسروا البيبان، كسروا الحيطة البتاعة دي كانتش مسلحة زمان. المهم ويحرقوا البطاطين ويبوظوا الدنيا. المهم طبعا دي من الحاجات العجيبة يعني، ان هي طب وانت بتعمل كده بتخرب على مين؟ بتخرب على نفسك يعني، بتعمل غير سفون هتبقى حاجة فظيعة، وفي نفس الوقت انت اللي بتنام على البطانية. المهم ان هم كسروا زنزانة وواحد ناس طلعت منهم وخدوا المفتاح من الشويش، وراح جايين لم فاتحين كل الزنازين، بس الباب اللي بيتقفل باب الزنزانة ده الباب رقم 19، يعني في رقم 20 في 19 باب قبليه بيتقفلوا عليك. يعني من يوم ما انا قعدت اعد البيبان اللي كل ما ندخل باب المعتقل باب يتقفل بعدين باب يتقفل 20 باب اخرهم باب الزنزانه. فتحنا باب الزنزانه ولسه فاضل باب الايه نص ربع العنبر، وبعدين باب العنبر كله، وبعدين باب اللي بعديه، وبعدين باب اللي بعديه. المهم والدنيا هاجت وطلعوا بقى وقعدوا مظاهرات والله اكبر. كان معايا اخ من الاوقاف اياميها، كان ايه يطلع يتسلق على الشباك، يسموها الايه النضاره، يطلع ويقول ويشوف بقى الهتافات والله اكبر ولله الحمد والدنيا ولا اله الا الله والطواغيت ومش الطواغيت. وبعدين قال يقول ايه الامه صحت يا ولاد، الامه صحت. قلت له يا شيخ محمد، يا شيخ محمد الأمة صحيت فين؟ المهم طبعا الإخوة اللي عندهم خبرة قالوا بصوا البتاعة دي فيها علقة للسجن كله. والدنيا هاجت آخر هاجان. وبعدين جت إحنا كنا في الدور الرابع، فشفنا قوات عمالة تتحرك، عربيات أمن مركزي جاية حصرت السجن، وقالوا إذا ما طلعش المفتاح خلال ربع ساعة هنضرب في المليان. قالوا ذكروا زمنا قريبا إيه؟ جدا. المفروض المفتاح يطلع، العقلاء يقولوا ايه طلع المفتاح ارميه يعمل اي حاجه. المهم ما طلعش المفتاح، طبعا الدنيا هايجه بقى ولسه بقى راح جايين ضربين خرطوش. في نص دقيقه جميع الاصوات اختفت والناس كلها طلعت تجري جري رهيب على زنازينها وتقفل البيبان على نفسها. لا ما لسه استنى بس، وكل والعساكر حوطوا كل الزنازين، ما اعرفش بقى عملوا ايه في المفتاح، جابوا مفتاح غيره طبعا اكيد مش مشكله، وقطعوا النور والميه والاكل وحصروا الناس حصار تام. انت ما حصلش معاك حاجه؟ لا اصبر بس، ما هو في عقوبه جماعيه عندهم الحسنه ايه تخص وسيات وتعم. فالمهم بعد يوم راحوا جايين منزلنا كلنا على سلالم، والناس ضرب في الناس كلها لحد الايه لحد ما فيش حاجه حصلت يعني الحمد لله ما حسيناش. المهم ايه خدونا انفرادي كل اتنين مع بعض، فنصيبي جه مع الايه مع الشيخ محمد. قلت له يا شيخ محمد الامه صحيت، هذه الامه في سبع نومه. ما هي دي خبره الناس بتكتسبها عشان يعرفوا بعد كده ان انت لما تكون وسط قوة أضعاف أضعاف أضعافك لما تعمل حاجة زي كده آخرتها إيه؟ آخرتها كويس إن أنت تبقى في حبس انفرادي، لكن ممكن ناس تموت، ممكن ناس تتعور. يقول لك ما يقدروش، يقدروش ليه؟ هو أنت إيه اللي عندك؟ قوتك تعمل إيه؟ ما الناس اللي ما أنا أقول لكم الشباب اللي شهد رابعة إن شاء الله لما يبقى عنده 50 سنة وولاده بقى يقولوا له الثورة مش الثورة، هيقول لهم يا اخوانا الأمة ما صحتش، الأمة لسه في سبع نومة، وافهموا الموضوع وما تتغروش بإن حصل حاجة كان موافق عليها. افهموا اللي عايز يفهم، ما تتغروش بحاجة كان موافق عليها، لو ما كانش موافق عليها كان الوضع بقى كان كلام تاني. وأديكم شايفين اللي مش موافق عليه في سوريا واللي مش موافق عليه في ليبيا من أصحاب القوة. لازم الناس تبقى عارفة وفاهمة كويس جدا عشان محدش ايه
يضحك عليه. إذا جرت العادة بأنه لا يخلف ولو بعد يومين ثلاثة. كنا بنضرب مثل بأن لو ناس راحت كسرت الخمارة، ماشي كده؟ زمان كان الإخوة بتوع جماعة إسلامية يروحوا كسروا الخمارة، يقعدوا يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع، وبعدين إيه؟ يجيبوهم الخمارة تتصلح تاني، والإخوة دي تعذب عذاب شديد ويخشوا قضية وياخدوا أحكام هم وأهليهم واللي يقرب منهم. وكل مرة يحصل كده يبقى صحيح قال له غدا وما قالوش غدا، ده بيسيبه أسبوع، ده بيسيبه يومين ثلاثة، وبعد كده بينتقم منه جدا. يبقى في الحالة دي هو مكره على ترك المنكر، ماشي كده؟ ليه ما كسرناش المحلات الخمر؟ ليه ما كسرناش الملاهي الليلية اللي فيها رأس وبتاع؟ لأن في عقوبة متوقعة جرت العادة أن لا تخلف، إن هو مش هيسكت. ولو العلم لو هو سكت غيره الأقوى منه مش هيسكت، ماشي كده؟ طب لو ربنا مكنك يعني الإسلام يعني وحاولت أنت تمنع الخمر؟ لا، ده هو لو ربنا مكن بقرار بس هيتمنع، بس هو عارف ان غيره اقوى منه. يعني انا هقول حاجه، احنا استنكرنا على الدكتور مرسي انه اعطى تصريح 3 سنين للخمرات والملاهي الليليه، لان انت المفروض مضطر ما تديش الا ايه؟ الا سنه. طب وانت ايه اللي مضطر ما انت رئيس جمهوريه ما تمديش عليه؟ وارد وارد يكون انه بيراعي انه لو عمل كده من الممكن، انا ما اقدرش اجزم بذلك يعني، لكن بقول ده في احتمال من الممكن ان يحصل ضغوط هائلة دولية على البلاد اللي هو اقوى منه. انا ما ببررش، لكن بقول ده احتمال وارد، ده احتمال وارد. زي ما قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت، الدولة السعودية ما بتفرضش الجزية على قطان البلاد من غير المسلمين. لو هي فرضت يغلب على الظن ان عقوبات تضر مجموع المسلمين او تدخلات ربما تؤدي الى احتلال البلاد او تقسيمها تفرض من الخارج. الامر ده يعتبر ولا ما يعتبرش؟ يبقى في اشياء بتبقى انت مكره على تركها، وفي أشياء أنت مكره على فعلها، لأن العادة جرت بأنها لا تخلف. لأن العادة، يبقى بيتعرف منين أنه هيحصل بكرة كذا؟ طب ليه العلماء ذكروا الزمن الطويل؟ ذكروا الزمن أنه الإكراه لابد أن يكون فوريا، لأن الزمن القادم غير المنظور الطويل المدى لا يحصل فيه غلبة ظن، لا يحصل فيه غلبة ظن. كمان 10 سنين هتعملوا ايه؟ 10 سنين فين واحنا فين؟ نعم، ده كل يوم بتحصل ايه حاجة، مفيش حاجة تقول انه بعد 10 سنين يغلب على ظننا ان يحصل حاجة. ده ممكن تلاقي امريكا تهدد خلال 10 سنين دي، تلاقي حاجات هائلة حصلت. فما ينفعش تقول لي انا مكره عشان بعد 10 سنين هيحصل، لانه لا جريان عادة في مثل هذه الايه الأوقات الطويلة. لكن جران العادة بنص ساعة وبربع ساعة وبيوم ويومين وثلاثة وشهر ممكن، لكن ليس هناك جران عادة بإيه؟ بسنوات طويلة. وبالتالي فغلبة الظن اللي هي تنزل منزلة العلم لا يمكن إدراكها بالزمن الإيه؟ الطويل، لا يمكن أن تحصل بالزمن الطويل. فيبقى يرجع السبب الثالث للسبب التاني، والسبب الثاني لان هو شرط العلم بوقوع ذلك، لان كل الاكراه بيبقى في المستقبل. بس الاكراه يعني الضربه الاولى هي اللي بتخليك تقول انت خلاص اتقلمت ووقعت، لكن التهديد بالثانيه هي اللي بتخليك ايه؟ تستجيب. يعني كله بيبقى في الحقيقه في الزمن المستقبل، بس قصر الزمن وطول الزمن مرد غلبه الظن وعدم غلبه الظن.
معانا كده. الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، لأنه من الممكن البعض يكره فيفعل مختار، يعني يكون في إكراه آه هيعمله بس هو ما عندوش مشكلة، أول ما يقولوا له يروح جاي مستجيب، وقلبه لا يكون كارها للباطل، قلبه لا يكون مطمئنا بالإيمان، كصاحب الذباب الذي قرب ذبابا، أول ما طلبوا منه قرب ذبابا، قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فهذا لو لم يطلبوا منه لما فعل، ولكن قد قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد أن يظل حزينا على أن وقع به ذلك ووقع منه ذلك، ولا بد أن يكون كارها للكفر لا أنه هو الذي اختار ذلك. نعم، ولو سئل الفتنة لآتوها، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ده دليل على إن هم لو لم تطلب لما فعلوا، ولكن طلبت منهم فتوقفوا يسيرا ثم أعطوا، لأنه كراهية للكفر وكراهية للفساد ليست كراهية إيه؟ تامة، حب للإيمان ليس حبا تاما، ولذلك سهل عليه أن يضحي به. أما لو تمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله فعل، أما لو تمكن فعل يعني فليفعل ذلك، وإن كان أخذ الكثير من المال المجحف بصاحبه يعد إكراها في كثير من الأحيان. هو لا يعد إكراها أخذ المال، لا يعد إكراها، أيوة أنا فاهم، أنا بقوله يعني على انتهاك عرض ماشي كده، المال ولو أخذوا مالا كثيرا جدا لكن ليقي به عرضه وجب به، وجب عليه ذلك، أو عرض امرأة مسلمة وجب عليه ذلك. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، يعني في الطريق مما الآتي من مكة، يعني وهو في الطريق نزلت الآية فعرفوا قصته، فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ثم قال رحمه الله وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني في صهيب وغيره، سبب النزول لا يجعل اللفظ العام خاصا بسبب النزول، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما فعله صهيب رضي الله عنه مشروع بلا شك، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ الذي يظهر أن الإضرار البالغ بالمال يعد عذرا يسقط من عن صاحبه وجوب التخلص من الكفار بدفع المال، ويبقى الاستحباب. يعني هو قاعد يشتغل سنين طويلة جمع ملايين، وهو قاعد في دار الكفر قادر على أن يقيم دينه، وعايز يهاجر يقول لا ما انتش طالع الا تدينا الفلوس، فلو اجل ذلك الى ان ينظر في حيله او لم يفعل طالما كان قادرا على اقامه الدين، او حتى في بعض صور
يعني العجز عن بعض الواجبات. نعم. فهذا الأمر من ضمن صور الإكراه الذهاب بالمال المجحف، الإضرار البالغ بالمال. ابن الإمام الغزالي بيعد ما يكون في ذلك، بيقول لا شك أن هناك حد في القلة لا بد من إهداره، وحد في الكثرة لا بد من اعتباره، وهناك وسط محل اشتباه، فأخذ الحبة القليلة من المال لا بد من إهداره. يعني يقولوا له زي الضربة الخفيف ألمها في الضرب لا بد من إهداره. ويعني بيقولوا هيقولوا له مثلا إيه، يا تدفع نص جنيه يا إما مصالحك كلها هتقف، يبقى يدفع نص جنيه يلزمه، أو هتكفر بالله ولا هنضربك قلمين ونعديك. لا الرصاصة هتموته. ولا شك في اعتبار قطع الأعضاء والتهديد بالقتل والتعذيب الشديد والضرب المبرح والسجن الطويل، لا شك أن هذا إيه؟ معتبر في الإكراه، إلا أن السجن ليس بإكراه على الزنا، والقتل ليس بإكراه على القتل. ماشي؟ في شريعتنا صاحب الذباب ده لو وجد في وقتنا هذا من هددوه بالقتل أو يقرب ذبابا فهو معذور. موضوع الذبابة ده قوم لهم صنم لا يجوز، حديث صحيح، لا يجوزه أحد إلا قرب شيئا. فمر بهم رجلان قالوا لرجل قرب شيئا، قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. وقالوا لرجل آخر قرب شيئا، فقال ما أرد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابة. قال لهم طيب حاضر، ذبانة ذبحتها فضل، عدوه فدخل النار. لا ما احنا بنقول بقى ايه، هو مختار، اول ما قالوا له اعمل، ماشي كده. لكن هل يسعه لو هدد بالقتل وغلب على ظنه انهم يقتلونه ان يقرب ذبابا وينوي انه لله؟ نعم جاز ذلك. لكن الحديث بيقول قرب قرب، يعني هو نوى ايه؟ الاختيار ان يقرب للصنم. لو اختار القتل، لو صبر فله اجر عظيم. فبنقول الكثر حد في القلة لا شك في إهداره، وحد في الكثرة لا شك في اعتباره. في المال كهدم بيته، يعني هيهدوا البيت، هو بره البيت بس بيته ده اللي من غيره هيبقى في العراء، هو وعياله والبرد والمطر والحر الشديد وستر العورات والمشقة البالغة اللي هتحصل له، البيت اتهد وما معهوش فلوس تانية يبني بيه في حتة تانية، لا شك ان هذا ايه معتبر. ها وكذلك مثلا دبته ونحو ذلك، كثرة لابد من اعتبارها. في الجاه، الشتم امام اعين الناس واخراجه، كان زمان حاسر الرأس، نقول دلوقتي حافي القدمين، راجل كبير محترم ينزلوه بملابس البيت ويسوقوه حافي قدام الناس، ها يبقى ده إكراه في الجاه، معتبر في الجاه. وأما غيبة فاسق وشتمه فهذا لا يخلو منه أحد، غيبة فاسق ولومه وتعنيفه خليك في نفسك هذا ليس بمعتبر. وسط محل اشتباه ينبغي على المرء
أن يقدم جانب الدين ما استطاع. تفاوت احتمال الناس في الوسط ده، عشان هيقرب من دي ولا يقرب من دي. اللي هو ايه؟ لا، المقابل المطلوب منه متفاوت. يعني الضربة الخفيف ألموها في الضرب في الكفر ليست بمعتبرة، الضربة لا، بل أخذ بعض المال في قبول الهبة. يعني أنت مش عايز تشرب كوباية الليمون عشان الراجل ده ماله حرام، ماشي كده؟ ولو انت ما شربتش الليمون تحصل ازمه وربما يحصل ضرب، ماشي كده؟ ويحصل تعنيف ويحصل اهانه، ماشي كده؟ فانت تقول انا ايه، هشرب كوبايه الليمون، ماشي، علشان ما يحصلش مثل هذا الامر. وانت في هذه الحال مكره. حياتي الكلام شيخ، كلام شيخ الاسلام تيميه، أن الإكراه على قبول الهبة يختلف عن الإكراه على النطق بكلمة الكفر، يختلف عن الإكراه على الزنا. أما الحبة من المال التي لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه بدفعها. الحمد لله، يهديكم الصواب. على أي شيء يصح الإكراه؟ قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ده الجزء الأولاني، إنه المتعلق بحقوق العباد لا يصح الإكراه عليه، لا بضرب ولا بزنا بمعصومة أو بمعصوم وانتهاك حرمته أو قتله. ما يقولش غصب عني بنتهك عرضك، ما يقولش غصب عني اكرهوني على قتلك على جلدك. يصبر هو على الاذى على اي حال، لا يحل له ان يفدي نفسه بغيره. الكلام المحتمل ان يفدي نفسه بمال غيره، والصحيح جواز ذلك. يعني يا اما تكسر بيت فلان او ماله، يا اما نقتلك انت او نندهك عرضك. فيكسر بيته اللي من غير اهله ويضمنه له بعد كده، او ما يضمنولوش، يبقى المسلمين مكلفين ان هم يضمنوا له ايه، بيته ده او ماله ده، على قولين في مساله الضمان. لانه لو كان جعان هيموت وجد طعام الغير المعصوم وميته، الراجح أنه يأكل طعام الغير ويضمنه له ولا يأكل الميتة. ويلزم صاحب الطعام إما بهبته أو بيعه نسيئة إذا لم يكن يملك المال فورا. وبالتالي فعشان كده نقول بقى بالأولى لو ما قدموش عشان يحفظ نفسه إلا مال غيره، يبقى يستعمله لحفظ مال نفسه، لحفظ نفسه. ما يحلش له أن يفدي مال نفسه بمال غيره. ما يقولش أكسر لحسن هكسرولي، ما يقولش أخد فلوس صاحبي علشان ما ياخدوش فلوسي. لا، أنت لا ليس لك أن تفدي نفسك بغيرك ولا أن تفدي مال نفسك بمال غيرك. واختلف في الزنا. هنا بقى دي مسألة تانية،
من غير انتهاك حرمة. قال مطرف وأصبغ وابن الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه، خلافا لمن ألزمه ذلك. قال رحمه الله: وقال ابن خويزمنداد من المالكية يعني في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم: لا حد عليه، فقال بعضهم: عليه الحد، لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. قالوا: لا يمكن أنه ينتصب ذكره إلا إذا اشتهى، والاشتهاء دليل على الإيه؟ على الاختيار. وقال بعضهم: لا حد عليه. قال ابن خويزمنداد: وهو الصحيح، لأنه ممكن يبقى بيقنع نفسه بالشهوة عشان ينتصب، عشان يخلص من الإيه؟ من العقوبة. بس الكلام ده بشرط أنها تكون هي المكرهة أو غير معصومة، لأن المعصومين دخلوا في الكلام في الإجماع الأول اللي هو أشد من الجلد بلا نزاع. يعني لو قالوا له: نجلدك ولا نزني بزوجتك، أيهما أشد؟ الزنا بالزوجة أشد بلا شك، ده البعض عنده القتل إيه؟ أهون. فإذا كان لا يجوز أن ينتهك حرمة غيره بجلد أو غيره، دخل في غيره ذلك الايه؟ انتهاك الارض. ها؟ حربيه. يعني ايه غير معصومه؟ يعني حربيه. او هي اللي بتكرهه زي امراه العزيز. يبقى ملهاش حرمه في هذه الحاله. يعني مش المقصود من الزنا ده انتهاك حرمه المراه دي، عشان يذلوها وعشان يذلوا ابوها وامها واخوها وابنها وزوجها. لا، ده هي اللي عايزه. يبقى ده الخلاف اللي فيه العلماء، انه يبقى يجوز يقدم وما عليهوش حد، ولا حرام وعليه الحد. ابو حنيفه قال: ان اكرهه غير السلطان حد، وان اكرهه السلطان فالقياس ان يحد، ولكن استحسن ان لا يحد. وخالفه صاحباه فقال: لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار، انتشار الذكر قبل العلاج. وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. إيه الدليل؟ الدليل أن الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لابد أن يكون إكراها غير ملجئ، وهو الوحيد المتصور في الرجل بخلاف المرأة. طبعا هو في التلوط بالرجل يتصور فيه أن يكون إكراها إيه؟ ملجئا. الملجئ معناه اللي ما يخليش معه اختيار بالكلية. المرأة متصور فيها النوعين: ملجئ وغير ملجئ. ملجئ يعني مسكوها وكتفوها واغتصبوها قهرا بعد أن عجزت عن الدفع. والغير الملجئ إن يضربوها ويعذبوها لغاية ما تروح تزني باختيارها. هي مش مختارة ابتداء، لكن أقصد بتستسلم لتتخلص. نقول القرآن نزل في إسقاط الإثم عن أنه نوع؟ على غير الملجئ. فبالأولى الملجئ، بل الملجئ أصلا ليس محل تكليف. الملجئ صار الإنسان فيه آلة. لا يتصور من الرجل إكراها ملجئا على الزنا، لأنه لابد أن ينتشر حتى يزني. ينتشر يعني ينتصب ذكره، ولابد أن يكون ذلك برغبة وشهوة. وبالتالي فلا يتصور إكراها ملجئا، يعني يدخله ذكره في فرجها غصب عنه، مش ممكن، مش لن ينتصب، لابد أن يكون منتصبا. ماشي كده؟ في هذه الحالة الانتشار يبقى إذا جاز
إذا سقط الإثم عن المكرهة إكراها غير ملجئ، لأن ربنا قال ولا تكرهوا فتاتيكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نزلت في جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههما على البغاء. البغاء ده معناه إيه؟ بفلوس. هتجيب فلوس من إيه؟ بإكراها كل مرة يكتفوها هتجيب فلوس إزاي؟ ده هي تروح عشان تزني بمال وترجع، وإذا ما جابتش يضربها ويعذبها. يبقى ده إكراه إيه؟ ده غير ملجئ، ده هي اللي بتروح بنفسها عشان تتخلص من التعذيب بتاع آخر النهار، فبتضطر تروح تجيب تزني بمال فهي معذورة عشان التعذيب. فهذه الآية ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم دليل على اعتبار الإكراه غير الملجئ في الزنا. يبقى في حالة الرجل كذلك يعتبر الإكراه غير الملجئ، يبقى لا عبرة بوجود انتشار أو عدم انتشار. العبرة في الحالة دي بس في إن هي حالها إيه، هل يصح أن يكره على ذلك لانتهاك حرمتها؟ لا، لأنه لا يجوز له الإقدام على قتل معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. معصوم دي تشمل مسلم ومعاهد، ويبقى المسلمة والمعاهدة كذلك، إلا أن تكون هي المكرهة أو أن تكون حربية، فلا عبرة بحرمة هؤلاء. يبقى الخلاف بين العلماء في صحة الإكراه على الزنا بالتهديد بالقتل إنما هو في حق من لا يعتبر انتهاك حرمة المزني بها، أما إذا كان يعتبر حرمة المزني بها فلا إكراه بالاتفاق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.